أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، سلام ونعمة يسوع المسيح تكون معك. سؤال كتير مهم، هل تريد أن تتحرر من روح الانحناء؟ اليوم في كتير ناس عم بيشعروا بانحناء، وأقصد انحناء يعني وصل معهم الوضع أثقال وأحمال على كاهلهم، عم بيشعروا بضمير بتبكيت الضمير، بيشعروا بالشكاية وبيشعروا بالحزن والهم والغم والثقل على حياتهم، هذا يسبب روح انحناء. فبدل ما أن تكون بتنظر وشايف الأمور أمامك منحني مش عم تقدر تشوف، خليني أقرأ بعض الآيات عن شفاء امرأة منحنية، وهذا الشفاء كان يوم سبت. مكتوب في آية 11 من لوقا 13: وإذا امرأة كان بها روح ضعف 18 سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة، فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك، ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله. ثم المسيح بواصل حديثه في آية 16 قائلا: وهذه وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة، أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ هذه الحادثة كانت في إحدى مجامع الجليل، والرب يسوع كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت، كان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب، وكان يخرج الأرواح الشريرة. دخل إلى اجتماع، وفي الاجتماع في امرأة كما يسميها الكتاب منحنية، وهذا مرض أحبائي صعب جدا، إنه الظهر بيكون فيه تقوس لا يستطيع أن ينتصب ولا يستطيع أن ينظر إلى الأعالي ولا حتى ممكن ينظر إلى الأمام بشكل مرتفع، إنه يشوف الشخص اللي عم بيكلم. دائما الشخص المنحني اللي عينيه موجودة في الأرض. هذه المرأة المنحنية لم تستطع أن ترى يسوع، لكن يسوع رآها وسمعت كلامه الوديع المطمئن الهادئ الجميل العذب الحلو، دعاها إلى الوسط ووضع إيديه عليها فاستقامت في الحال ومجدت الله. طبعا مش كل المجمع كانوا مبسوطين، كان رئيس المجمع مش مبسوط لأنه كانت الشفاء يوم السبت. فكان رد المسيح أنه هذه وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة، أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط؟ يعني أليس عجبا امرأة منحنية داخل اجتماع؟ أليس عجبا أنه في يعني ناس عم تتألم ومرضى وحزانة ومهمومين في اجتماعاتنا واحنا غير مدركين غير عالمين؟ تخيلوا 18 سنة هاي المرأة بتفوت على الاجتماع وبتطلع على الاجتماع وكأنه الأمر طبيعي، وتأقلمت على هذا الوضع، وهذا الوضع الطبيعي اللي صار في حياتها. وكثير ناس بتتعود على حياة المرض وبتتأقلم على المرض، وهذا النوع خطير جدا وصعب جدا. فالمسيح يحتاج أن يشفي الإرادة وأن يوقظ الإرادة حتى تكون الإرادة إلها حاسة لاستيعاب واستقبال الشفاء الإلهي. لم تستطع أن ترى يسوع لأنها كانت منحنية، لكن عيناه التي تنظر حتى في قلب القلب استطاع أن يرى وجهها واحتياجها ومرضها
ولكن استطاع أن يرى المسبب لهذا المرض، إن الشيطان ربطها 18 سنة. وكان السؤال للناس، أما يعني هي ابنة إبراهيم مش عيب تكون في هذا الوضع؟ أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط؟ تعرف أحبائي، يسوع الفادي هو الذي يستطيع أن يحل، هو الذي يستطيع أن يفك، هو الذي يستطيع أن ينقذ، هو الذي يستطيع أن يحرر، هو الذي يستطيع أن يعطي خلاص وحياة، هو الذي يستطيع أن يقدم الشفاء وأن يعطي الحرية الكاملة لكل من يطلبه ولكل محتاج. تعرفوا أحبائي، كتير ناس عم بيشاهدونا، أنا حسيت هذا الشيء من يوم السبت، إنه في كتير ناس عم بتشاهدنا وعم بتمر في ظروف صعبة جدا. في بعض الناس اللي بيشاهدونا في عندكم مصيبة، ولربما حدثت كارثة في حياتك، وعم تطلب الله وعم بتحس كأنه السماء من نحاس والأرض من حديد، وكأنه ما حدا يعني سائل فيك ولا حد مهتم فيك. بتذكرني في قصة مريض بركة بيت حزدة في إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس، مكتوب عن العالم بكل شيء يسوع، علم أن له زمانا كثيرا فسأله: أتريد أن تبرأ؟ أجاب المريض وقال له: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع: قم احمل سريرك وامشي. فإذا نحتاج إلى شفاء الإرادة، وأن إرادتنا تستيقظ حتى نستوعب إنه كلمة الله قوية، كلمة الله لا تتراجع، كما جاء يعني قائد المئة وقال ليسوع: قل كلمة فيبرأ غلامي، أو كما قال الرسول بطرس: تعبنا الليل كله ولكن على كلمتك ألقي الشبكة، صادوا صيد كثير. أحبائي، إن هذا الشفاء هو بكلمة يسوع المسيح، أرسل كلمته فشفاهم، وهي دواء لكل الجسد. أمثال 4:22، والآية الأولى كانت مزمور 107:20. فإذا أنت اليوم عم تشعر بالانحناء، نفسيتك تعبانة، عم بتواجه كآبة وهموم وحزن، هموم وغرور هذا العالم يخنقان الكلمة، فيصير الإنسان بلا ثمر، مش عم تقدر تأثر، مش عم تقدر تكون فعال، حتى أقرب الناس إليك يمكن أهل بيتك مش مستوعبين ولا فاهمينك أو فاهمينك، ولا قادرين يميزوا عن الظروف اللي أنت بتمر فيها. والإنسان اللي بيدخل أو بمر في المستنقع لا يستطيع أن ينظر أو يرتفع، والإنسان اللي بيمشي بالوحل يتثقل، والإنسان اللي بيسمح لأعمال الظلمة تخترق حياته فيمشي في مناطق مظلمة. شو رأيك اليوم إنك تتحرر من الظلمة؟ مكتوب: ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها. هذا وإنكم عارفون الوقت، أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار. أحبائي، يمكن عم تشعر الدنيا تقيلة، والخفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي، ونحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى، بل إلى الأمور التي لا ترى، لأن الأمور التي ترى وقتية، وأما الأمور التي لا ترى أبدية. مكتوب: نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع،
الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. يسوع تحمل آلامك، في كل ضيقهم تضايا، أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا الذي بجلدته شفيتم. فإذن إذا أنت بتشعر هذا التثقل، هذه الأمور الهموم عم بتعبر في وادي ظل الموت، عم بتمر في ظروف قاهرة وصعبة مسكرة من كل النواحي، صار عندك انحناء، فأنا عاوز أشجعك اليوم تشجع وتشدد، الرب معك، يعني مكتوب معي، فالرب معك والرب هو اللي بيسندك والرب اللي بيساعدك. مكتوب الصلاة: أرسل نورك وحقك هما يهديانني. ثم اتسأل المرنم في مزمور 42 آية 5: لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تئنين فيا؟ ارتجي الله لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهي. يعني شجعتني قوة في داخلي، يؤيدكم بقوة الروح القدس في الإنسان الباطن. بعدين بقول في آية 6: يا إلهي نفسي منحنية فيا. عم يتذكر الرب وعم بيطالب الرب، بقول له: أقول لله صخرتي لماذا نسيتني؟ في آية 11 بيرجع بيسأل: لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تئنين فيا؟ الجواب: ترجي الله لأني بعد أحمده وخلاص وجهي وإلهي. ثم أحبائي في آية 25 من مزمور 44: لأن أنفسنا منحنية إلى التراب، لصقت في الأرض بطوننا، قم عونا لنا وفدنا من أجل رحمتك. بقول: اليوم كله خجلي أمامي وخزي وجهي قد غطاني من صوت المعير والشاتم من وجه عدو ومنتقم. ولربما بتشعر بضربات شيطانية مثل هذه المرأة المنحنية، ربطها الشيطان 18 سنة، تحتاج إلى أنك تتفك وتتحل بالكامل. فالانحناء أحبائي هو بسبب الخطية، الانحناء يسبب الهزيمة والخزي والعار، الانحناء بسبب الهموم، بسبب الإحساس بالعار والخزي، بسبب ماضيك، بسبب ظروف معينة، بسبب خطية. الرب هو اللي بيطلعك من الوحل، والرب هو اللي بيجلسك مع أشراف شعبه، بل عندما تطلب الرب يخلصك، بل تكون جالس معاه في السماويات، راسك مرتفعة إلى فوق. مكتوب أحبائي هي الرب يسوع رآها، والمسيح شايف قلبك وعارف ماضيك وعارف وضعيتك. شو رأيك تيجي للرب يسوع؟ مكتوب: الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين، هو رجاء اليائسين وعزاء البائسين، يسمع استغاثة المساكين لأنه أرحم الراحمين. تعال إلى يسوع المسيح، إنه يشفي الكسور ويشفي كل الجروح. يسوع اللي بيعرف وضعك مش عشان يدينك، عشان يرفعك ويشفي أعماقك ويحرر داخلك ويعطيك إنك مش بس تتحرر، تكون بنت وتكون ابن للرب. شو رأيك اليوم تطلع من الوحل، تطلع من التراب، يعني منحني أنفسنا في التراب، تنظر إلى فوق، تقول له: يا رب أنا اليوم بنال خلاص الكامل. صليها، قل له: يا رب أنا في حالة انحناء، أنا كأنه بحس في لعنة على حياتي، ضرب مادية، ضرب أسرية، أنت وعدت أنك تحول اللعنة إلى بركة لأنك بتحبني. تعال يا رب طلعني من الوحل، طلعني من التراب. أنا الشخص اللي كان مديون ومش قادر أسد دينه، فأنت اللي حررته بالكامل من الدين.
تعال يا رب اشفي أعماقي، اشفي نفسيتي، اشفيني من الهموم، اشفيني من الحزن، عوض لي عن كل السنين اللي أكلها الجراب، استرد كل مسلوب في حياتي، فكني، حررني بالكامل، أيقظني وساعدني اليوم. صليها، قل له يا رب أنا بدعوك إلى حياتي حتى تكون ربي ومخلصي. تعال يا رب أنت تكون السيد والرب على قلبي وبعطيك حياتي. قال يسوع: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. اعمل شير على هذا الفيديو وخبرنا إذا الرب باركك، وإذا صليت بنحب نسمع منك، وإذا محتاج لمساعدة روحية إحنا موجودين معك. الرب يباركك. شكرا لكم.